السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من MVP هيدر كوارتر من MVP، هقول له ان انا عايز الاختيار الاولاني، هيبدأ يفتح لي الشاشة بالشكل ده. طيب انا دلوقتي مفروض ان انا اجيب الخريطة اللي هشتغل عليها، فهقول له ان انا عايز اعمل امبورت اوبن ستريت ماب، وقول اوبن ستريت ماب فايل. طيب الخريطة دي ممكن اجيبها منين؟ لو فتحت الخريطة تمام وعملت زوم على اي جزء منها، دي طبعا اسكندرية، اقول له اكسبورت واروح مختار اقول له اكسبورت. يروح مصدر لي الملف بتاعي OSM Open Street Map. دلوقتي هاجي هنا على اوبن ستريت ماب واقول له اوبن، امبورت. فهنا بقى بيبدأ يقول لي ايه الحاجات اللي انت عايزها تبقى معاك في الخريطة، فاقول له انا عايز البيلدينج، وبعد كده هقول له اظهر لي اليوزج، وهقول له ريموف تيست لايبراري، وهنا تعالى نختار مثلا بيلدينج، تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي انت عايزها. ممكن تقول له مثلا عايز البيلدينج، وهنقول له فينيش، تبدأ تظهر معانا الخريطة بالشكل دوت. وممكن نزود برضو بعض العناصر المرة الجاية من الاوبن ستريت ماب.